توب أكتو. نبدأ بالخبر الثاني. فما لافتة إشهارية لمؤسسة تعليمية خاصة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. شكون تكلم وين المنشط نحكي؟ جيران عندنا. جيران يتكلم. شكون يتكلم؟ بدو يسجل جيراننا وليد. تعمل تحقيق تو نشوفه. تو نشوف دونك لافتة الإشهارية نجمو نحترموها الشركة، ولكن مش لازم تقرا. هي خرجت، مش لازم تقرا. هات نسمعكم مش قالوا في الرفماق اليوم تعليقا على اللافته هذه، من بعد قولوا لي عنده الحق ولا لا. هي مش لازم تخمم كذا باش تقرا، معناتها ولكن مش لازم تقرا باش تجلب الانتباه، وظلي نجحت في جلب الانتباه. ترى نسمعوا زملائنا في الرفماق شنو حكاو. الامباكت الاولاني، الوقع الاول نتاع الجمله هذه على خلفيه على السوبكونسيون نتاع الطفل، كونه سالو ريكونفورت في كرهه للقرايه. اذا هو يحب القرايه يفا تروفي سا سامباتيك، كان هو ما يحبش القرايه هذيك الفالور ريكونفورتي في السوبكونسيون نتاعو. راهو في النورو معناها فما حاجات، فما دي نورون، وفما معناها نحكي لك علميا ترسخ فيه الحكايه هذيك سالو ريكونفورت اللي هي القرايه خاي. الحاجه اللي تقلقني لو العباد اللي يلبسوا مرايات كيف ينجموا ما يراوهاش بالحق. راه وانا ساعات في الكياس ولا تكاك في الكياس وتحب تركز مع لافيش، دونك تقعد تركز باش تشوف، خاصه كي تبدا بصغير. ولكن فكره باهيه، انا ريتها فكره حلوه. سي انتيليجونس سي شوكون بارفوا، راهو لي فو يفو شوكي باش تعدى الميساج. معناتها توا الناس الكل تحب تعرف شنو هي الكل هذه. عجبني محمود البارودي قال نفس اللونات كيفي. بالحق انا ما نجمش نقرا. شنو رايك في نوعيه الشهر هذا؟ انا باعتدال، معناتها انا نعتقد نوعيه شهر ناجحه لانها جلبت الناس وخليتهم يحكيوا عليها. بكم الصراحه نوفل، وتعرف رايي معنا. تفضل. انا كما قال سي محمود في النصف الاولاني نتاع كلامه، انا قريتها مش لازم تقرا. انت باش تصدمني يلزمني نثبت على هذا الكل. عليه كوم ضربه نتاع كوم. احنا علمونا وقت اللي باش تبلغ حاجه تكتبها واضحه. انت تركز على زوز، مش لازم تخمم تقرا معانا وانت فرحان. يلزم يا نوفل الاشهار يا مطران الهدف نتاعو يجبد. صحيح. من دون مئات البلايك هذيك اللي جبدت، دونك نجح في المهمه نتاعو. اما فما ناس بخلفيتهم اللي ما يحبوش القرايه مع يقول لك هاو اللافته هذه رافعينها في وسط الواحد. هذا اللي صاير، هذا اللي صاير. يا ودي نقرا معناها انت باش تبلغ المثال. اسمعوني اسمعوني بربي، ما نبسطوش الامور، ما نبسطوش الامور في جرة الاشهار. مو علم خاص سي مطران، مو علم خاص نخمو بها نفكروا بها. لازمنا ثقافة أخرى، لازمنا ثقافة أخرى. الشعب نتاعنا يلزم ثقافة أخرى. ريت الوليدات الصغار نتاعنا هما كارهين القراية، وأنت تزيد ترفع لهم لافتة حتى كان المحتوى نتاعها جيد. أذكى برشا من البيت. يا مطران صغارنا كارهين القراية، مسؤوليتنا احنا ما غرمناهمش، مش مسؤولية البلاكة في الأخر. حتى مسؤولية البلاكة. لا البارحة تعملت البلاكة يا مطران. يا ولدي يا نوفل، أنت قريت صحافه وتعرف ما تمش الحاجات هذيه، تركز على حاجات ايجابيه يا عش خويا، مش لازم تقرا. انا هذاك ايش قريته هاني ما نعرفش شنو المضمون نتاع. ليه خاطر هي مش واضحه في التصويره، ممكن واضحه في الشراء تقراها. ليه تقراها؟ احنا حاكمين علينا، هو يعرف الصحافه ما نعملوش العناوين هذيه نتاع اللي فات عليهم. يعني حلوا تليفونات وحدهم عاملين، مش لازم تخمم برشا تقرا معانا تنجح وانت فرحان. علاش ما كتبوهاش؟ ما يكتبهاش، لازم يكتب لك كيك خاطر كي يكتب لك. مش لازم تقرا، مش لازم تخمر. مطران طريقه شهيه، طريقه شهيه. لو كان كتبها بطريقه عاديه هل كانت الاذاعات والتلفزه يحكيوا عليهم؟ ما كانتش هو حاجته بالاشهار اللي كل بتاعه. اما ما هو الهدف نبيل ولا؟ انا نعمل حاجه نبيله على جميع المستويات شكلا ومحتوى. لحظه هذا راي مطران، عندك راي اخر تفضل. فما باغتو دون لو موند فما دي استراتيجي نتاع ماركتينغ، كيفاش نعملوا الكتيبه، كيفاش نعملوا سبوت، شنو هو لي كولور اللي في اللحظه، لي كولور اللي يجبدوا، كيفاش الكتيبه اللي تجبد. كوت كوم هذيك ضربت ونجحت. اما انت تقول لي صغارنا اليوم معناها كي تعديوا في الشارع يقراوا حاجه كيما هكا ما يمشيوش يقراوا. سامحني بمخاخهم مفكيين عامين يحل تليفون وحده، يعرف الدنيا شما فيها باش يقرا سبوت، معناها يبخل ما يمشيش يقرا. دوك هون ولينا نحطوا نبلبسوا، ولينا نخلطوا اسمه التيبل بين شو يقولوا. اي راي يكون حتى انت ولدك عنده ناقش في الراي من غير ما تحتاج برشا، ناقشوا الراي فقط. ما ولينا هكا ولينا نحكي على العبيد اللي تكلم تاع القرايه ومن القرايه، ولينا نكبروا في المواضيع ما يستغلوا في حاجه. مش على سي مطران، علاش نكبروا؟ راهو مبسطوش. انا اليوم نحكي على العبيد اللي تتكلم. نعرف يا ايه، انا رايك محترم، ما نبسطوش في امور نتاع تعليم ونتاع دراسه ونتاع نظافه مخ ونتاع الى اخره. ما نبسطوش،
احنا شنو اللي دمرنا اعصابنا ودمرنا حياتنا. هالتبسيط في كل شيء، الاستخفاف في كل شيء، ما تستخفوش. راهو التعليم حاجه راقيه جدا، تحب تقري تعمل عنوان ممتاز. راهو الشيء اللي قاعدين يعملوا فيه غلط، راهو مع احترامي ليهم صدقني الصغير يتاثر من كلمه. احنا ما عادش ينادي لك يا سي محمد يا عم يا بوها يا اخوها يا حومه يا كذا، منين؟ ما هو من الكلام هذايا يا وليدها يا وليدها يا عمي يا عمي يا شيخ يا كذا، شو هالكلام هذا؟ ايش صار هذا بالاستخفاف؟ مانيش ضد، انا مانيش ضد، هما يبارك فيكم شويه شويه وضوح واضح. أنا قريتها سيدي، أنا قريتها، أنا كبير ولا مطران وإيه، كل واحد ورأيه وكهو بلال. أنا بالعكس أنا عجبتني الإشارة، هو قوته إنه يكون أوريجينال ويكون يستفز. هاي عجبته بلال، سمعت بلال مقابلة أخرى. عجبتني تعرفش عليك علاش تتغشوا في واحد طلب عليك؟ هو يكون بريفير يعمل باش نجيب الناس تقوى، يا مطران باش يهرب الناس، يا وليد مش يهرب الناس هو. ليه باش ما تقراش؟ نفدلك عليه. ولكن راهو ايش نقول لك، الدنيا تتطور، الاشهار يتطور، المخ البشري يتطور. ريت مثلا تو كان جيل الصغيرات باغ اكزومبل تعدي له ماكل التلقيح اللي يخوف نتاع اكل الشر نتاع التلقيح اللي يجي له في البلاد العربي هذاك، عرفت العواشه العواشه تو يمشي له حتى حد، بينما كان معناها تعاود تعمل له اخراج جديد وتلقى فكره جديده. الاشهار بصفه انا نحس فما معناها فما تقريبا كل عبد وكيفاش راه، فما ناس تحسك مطران، مش انت معناها كمطران، اما نحس لي جينيراسيون، فما صراع نتاع جينيراسيون فما عبيد مش قابله، مش حابه تسيبك القديم وتقتنع انه راي الدنيا سي ولات كل واحد يا بلال، كل واحد واسلوبه. ترى في ساعه خاطر نحب نكمل زوز اخبار، فما اشهارات اخرى ضربت واضح عم خلينا نشوف الاشهار تاع اربط له كراباته في الدار قبل ما يربطه في البيرو، فهمتي هذاك؟ زاد حطيت لها، تذكر حطيت لها اي فلا. اليوم في جوهره